أوجد ناتج جمع 4 على 9 زائد 11 على 12 ثم ضع الناتج بأبسط صورة كعدد نهائي. لدينا هنا كسران نريد جمعهما لكن المقامات هنا مختلفة في القيمة، إذا يجب علينا أن نوحد المقامات أولا إذا كانا مختلفين. إذا هنا كيف نجعل المقامات لها نفس القيمة؟ هنا نبحث عن عدد يقسم 9 و 12 وبذلك يكون لنا نفس المقام، وسنرى لماذا يجب على 9 و 12 أن يقبلان القسمة على عدد معين. لكن ما هو هذا العدد؟ يمكن الحصول عليه ونسميه المضاعف المشترك الأصغر عن طريق النظر إلى مضاعفات التسعة وهو العدد الأصغر هنا، ونرى ما هو المضاعف المشترك ما بين التسعة والاثنى عشر. هنا تسعة مضاعفاتها تسعة وثمانية عشر وسبع وعشرون وست وثلاثون. إذن جميع المضاعفات السابقة لا تشترك مع مضاعفات اثنى عشر إلى أن وصلنا إلى ست وثلاثون. إذن ست وثلاثون هو أيضا من مضاعفات اثنى عشر. إذن لدينا هنا المقام يصبح 36، إذن لدينا هنا الكسران نضعها ونضع المقامات 36. الآن كيف نحول الأربعة إلى 36؟ إذن ضربنا التسعة هنا بأربعة، إذن هنا إذن يجب أن نضرب أيضا الأربعة أي بالبسط بأربعة. إذن هنا نضرب البسط بأربعة فيصبح أربعة في أربعة يساوي 16. بالنسبة للكسر الثاني، ما هو العدد الذي قمنا بضرب 12 فيه حتى نحصل على 36؟ لأخذ لون آخر لأوضح، هنا لدينا 36 عبارة عن 12 ضرب 3، إذا حصلنا على 36 بضرب 12 ب3 فنضرب ال11 ب3 أيضا ليصبح لدينا 33. إذا 11 هو على 12 هو نفسه 33 على 36. في عملية الجمع بما أن وحدنا المقامات، ما نقوم به فقط بوضع المقام نفسه وهنا 36، ومن ثم نجمع بسطي الكسرين وهنا 16. نقول 16 زائد 33، إذن ما هو الناتج هنا؟ نجمع أيضا هو لدينا يساوي 49 على 36. إذن هنا نلاحظ الناتج الذي حصلنا عليه ليس مبسطا أو ليس بأبسط صورة. إذن في الحقيقة نحاول الآن أن نبسط هذا الناتج إلى أبسط صورة. لنحاول نظريا أن نفعل ذلك، نلاحظ بأن 49 أكبر من 36، إذن هناك عدد صحيح سيكون في الناتج. إذن هنا نقول بأن نقسم 49 على 36 سيكون الناتج هنا 1، والباقي سيكون الفرق ما بين 49 و 36، إذن 49 ناقص 36 الباقي هو 13، والمقام يبقى كما هو. لنحاول أن نفعل ذلك يدويا، نقول 49 تقسيم 36 يساوي 1، نضرب يكون ناتج 36 ونطرح 9 ناقص 6 3 4 ناقص 3 1، إذن هنا الباقي هو البسط والجواب 1 هو العدد الصحيح ويبقى المقام كما هو.